المغرب أحرز تقدما ملموسا في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وجعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات من الأولويات الوطنية. هذا ما أكدته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار خلال ورشة عمل بسلا حول تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لدى الشباب العربي. الورشة انطلقت بمبادرة من منظمة المرأة العربية وبتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استطاعت بلادنا خلال سنوات يعني الأخيرة باش نحسنوا من ترتيب ديال بلادنا اللي مرينا من المرتبة 144 في 2021 إلى المرتبة 137 في 2024، يعني كان ربحنا واحد سبعات ديال النقاط. بهدف الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 ركزنا على التمكين السياسي أيضا للمرأة وللشباب. المشاركون في هذه الورشة أكدوا أن المغرب بلد رائد في النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية، ويتميز بتوفر على رؤية متكاملة وسياسات عامة متواصلة في مجال تعزيز حقوق المرأة. ما يهمنا بالتجربة المغربية هو أنها تنبثق عن رؤية استراتيجية، هي رؤية صاحب الجلالة حفظه الله الملك محمد السادس، ولكن ما يترجمها سياسات عامة، وتقوم مثلا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بترجمة هذه الرؤية من خلال مشاريع وبرامج وبعض المؤسسة في مجالات مهمة جدا تتصل بالحماية الاجتماعية والإدماج. بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا تزال هناك تحديات مطروحة في بعض البلدان العربية، خاصة فيما يتعلق بالمعتقد الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع وتؤثر على ولوج الفتيات للتعليم في الوسط القروي. وتتمحور هذه الورشة حول مواضيع تهم على الخصوص دور الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة، والعنف ضد المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع، والتعليم والتربية من أجل التغيير.